في بطولة البحرين، إذا بدا انطلاقة بطولة البحرين الدولية، منتخبنا الوطني حلوة كينج فعلا، وهو فعلا اسم على مسمى فعلا في موقعه، وثلاثية عشرة في المباراة. هم سجلوا اكثر ثلاثيات، نص دقيقة عن نهاية المباراة الاولى، غدا الختام ايضا 48 ساعة فقط عمر البطولة السنوية التي تجمع نجوم السلة البحرينية والامريكية والفلبينية. لقاء القادم يجمع فريقين فلبينيين، وكينج على طول والكرة يعني تركض وحدها وهكذا، شوف يا سلام السرعات و لا لا ايضا هناك طبعا عموما كينج ايضا كينج في خلاص محاولة اخيرة، واذا ينتهي الوقت وتنتهي المباراة، والمنتخبنا اذا يكسب المباراة الاولى بنتيجة 89 على مقابل 69 على الفريق الامريكي لدى انطلاقة البطولة الدولية. غدا الختام، وبعد هذه المباراة ننقل لكم ايضا مباراة الجالية الفلبينية مع المنتخب الفلبيني، وغدا الختام. تحية لكم من كل الزملاء اذا في قناة البحرين الرياضية الفضائية، تحية لكم من مخرج المباراة ومن فريق العمل، كان معكم محمد علي حسين، الى اللقاء. لا صالح فريق افا اوفي 12 نقطة. لاحظ اعزائي المشاهدين في خلال 10 دقائق الشوط الاول افا اوفي لم يتمكن من تسجيل سوى 12 نقطة، جدا رقم قليل او نتيجة قليلة مقارنة بالمباريات كرة السلة، فهي نتيجة قليلة او متواضعة كما يقال، بينما فريق اللي هو بي بي اي استطاع ان يسجل 29 نقطة في 10 دقائق، بما نلاحظ ان فريق افا اوفي لا يمتلك دفاع قوي ولا يمتلك لياقة جاهزة اللياقة الكاملة للرجوع للدفاع. ايضا طريقة دفاع الافا اوفي طريقة دفاع منطقة ليس دفاع زون، كما لاحظ على فريق افا اوفي لا ينوع في طريقة الدفاع، طريقة واحدة هي طريقة زون 2-3 زون، بينما افا اوفي بينما فريق اي بي بي اي بي بي اي طوالة العشر دقائق لم يلجأ الى دفاع المنطقة، يلجأ الى طريقة دفاع الضاغط ما يسمى مان تمان، دفاع اللي هو رجل لرجل طول العشر دقائق الماضية. يا ترى هل سيرجع فريق لو المدرب افا اوفي لطريقة المان تمان والضغط على فريق بي بي اي، ام سيظل بنفس الطريقة ونفس الاسلوب المتبع في الشوط الاول طريقة الزون 2-3 زون؟ اعزائي المشاهدين لاحظتوا المباراة الاولى بطولة الافتتاح بين منتخب البحرين والجالية الامريكية او القاعدة الامريكية المتواجدة بالبحرين، استطاع منتخب البحرين في فوز هذه المباراة ب 20 نقطة 89 مقابل 69 نقطة، وكان ولاحظنا الفريق الامريكي جدا متواضع امام المنتخب البحريني المطعم بنجوم الشباب كما ذكرت لكم مثل بكاظم ماجد ويونس كويد وعباس واللاعب ميثم. ولاحظنا اسلوب الفريق البحريني السرعة والتصويب من الخارج، وشهرام عبد المجيد استطاع في هذه المباراة في اربع ثلاثيات موفقة ورجعة موفقة للاعب شهرام عبد المجيد. لاحظ 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 تحت الحلقة تمريرات فريق بي بي اي تمريرة غير موفقة من خارج المنطقة لفريق افا اوفي. هل ينشط هل يقوى فريق افا اوفي في هذا الربع ام لا، او في هذا الربع الثاني ام لا؟ صانع الالعاب افا اوفي جناح ثلاثية موفقة تقارب النتيجة 29-15 14 نقطة. لاحظ لاحظ انطلاقة سريعة، رميتين غير موفقة ويحتسب الحكم يونس جناحي على اللاعب، فاول على اللاعب حسن عبد النبي. لاحظ رغم ان الثلاثية من فريق افا اوفي الا ان فريق بي بي اي استطاع فاست بريك بما لا يتجاوز 3 ثواني والوصول لسلة افا اوفي. رمية الأولى غير موفقة، اللاعب رقم 12
مثل ما قلت لكم الفريق بي بي اي يتعامل مع المباراة بسرعة، لذلك قدر أن يوسع الفارق بينه وبين فريق أفا أوفي. ثلاثين خمسة عشر نقطة أيضا غير موفقة، لاحظ غير موفقة، لاحظ الفاست بريك، لاحظ فاست بريك شيء ما فريق أفا أوفي لا يجد حسن التعامل بالكرة في الهجوم. كرات كثيرة ضاعت، كرات كثيرة انفقدت، بتسمى تيرن اوفر، تصويبة رميتين غير موفقة، حسن عبد النبي استحواذ تحت الحلق، رميتين لا تحتسب، حكم يقول غير محتسبة حسب إشارة الحكم يونس جناحين، الكرة من خارج الملعب. ازداد الفارق 32 15 17 نقطة، أفا أوفي من خارج الملعب، لاعب دفاع مان تو مان، حسن عبد النبي من تحت الحلق، رميتين موفقة وأيضا فاول حسب إشارة الحكم للاعب حسن عبد النبي. حسن عبد النبي شيء ما بدأ يلعب بارتياح بعد طلوع اللاعب الطويل أو العملاق إدوارد من فريق اللي هو بي بي اي. هل تستثمر من حسن الرمية الأولى الرمية الثالثة أم لا؟ يقلص الفارق حسن عبد النبي 32-18. لاحظ تمريرات طويلة لفريق بي بي اي، بي بي اي ما زال فريق افا اوفي طريقة زون، ما زال فريق افا اوفي يلعب بطريقة دفاع زون او دفاع المنطقة، فهي طريقة غير مجدية بالنسبة لفريقهم. لاحظ تمريرات بساطة من تحت الحلق، ما في تغطية من فريق افا اوفي تحت الحلق، ومعظم التسجيلات او النقاط من فريق بي بي اي من تحت الحلق او الفاست بريك. لاحظ الأخطاء المتكررة من فريق أفا أوفي تحت الحلق، ما في تغطية ولا في رجوع من فريق أفا أوفي. يتسع الفارق 36-18 لفريق أي بي بي أي، لفريق عفوا بي بي أي. صانع العاب حسن عبد النبي، لا من الزاوية رقم ثلاثة، رقم ثلاثة دخول غير موفق، وين صعبة دخول على اللاعب رقم 38 طويل قامة، تمريرة غير موفقة من اللاعب 38. لاحظ يعني بعض اللاعبين مثل القصار القامة صانع الألعاب أو الفيرورد الأجنحة حين إصراره على دخول على اللاعب عملاق مثل لاعب الارتكاز لازم يمتلك طول أو قفز عالي ليتمكن من وصول للسلة ببساطة. إن لم يمتلك طول أو قفز عالي سوف يواجه صعوبة. نقطتين حلوة جميلة من اللاعب رقم 8، سوف يواجه صعوبة في التسجيل أو التصويب على الحلق نظرا للاعبين طوال قامة يتمركزون تحت الحلق للاستحواذ أو لقطع الكور من لاعبين المحاولين أو الدخول على الحلق. دفاع جميل من حسن عبد النبي، فاست بريك أول فاست بريك من فريق أفا أوفي وغير مستثمر حسن عبد النبي، يستحوذ عليه حسن عبد النبي، ثلاثية غير موفقة، يستحوذ عليه اللاعب رقم 15 بي بي اي ثلاثية ايضا غير موفقة، حسن عبد النبي لا رقم 3 تمريرة سريعة اللاعب 38. لاحظ طول اللاعب 38 يمتلك طول ما يقارب مترين، صعب على اللاعبين افا اوفي مساكة. لاحظ دفاع منطقة دفاع المانتمان ضغط او رجل لرجل نصف الملعب، افا اوفي رقم 3 يحاول ايضا الدخول، موفقة هذه المرة موفقة. لاحظ قصر الطائرة، فاست بريك حرام عليك من تحت الحلق، ليش هاللاعب طلعها برا مو بعارف انا. ما زال فريق بي بي اي يعتمد على الفاست بريك، لذلك قدر في هذه اللحظة 38 نقطة من خارج المنطقة. لا اريك جميل، سرقة حلوة من اللاعب رقم 3، سرقة حلوة، دخول غير موفقة، يستحوذ على اللاعب رقم ثمانية صعبة، حسن عبد النبي 8 أيضا غير موفقة، ثلاثية من فريق أفا أوفي رقم 9 تمرير اللاعب 38 اللاعب رقم 15 عفوا، دخول وباس موفق للاعب نيوم.
تلاحظ لاعب نيو، هاي اللاعب رقم 15 نيو، دخول حلو وباس احلى من لاعب صانع الالعاب مالهم فاول. نتيجة زاد الفارق ل 18 نقطة لفريق ال بي بي اي. هتشوف هاي اللحظة احمد مال الله، احمد مال الله، احمد مال الله ايضا لاعب يستبدل رقم 5 بدخول لاعب 26 احمد مال الله بدل لاعب رقم 6 اللي هو اللاعب اسكادو. أفا أوفي من خارج المنطقة، هل سيقلص الفارق أم لا بتواجد أحمد مال الله العملاق واللاعب حسن عبد النبي؟ حسن عبد النبي لم يستثمر إمكانياته من تحت الحلقة. أحمد مال الله شيء ما من خارج المنطقة قدر يسجل 3 نقاط وأيضا لاحظ 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 تيرن أوفر. فريق بي بي اي فاست بريك، معظم فاست بريك ما في كلام. تحت الحلقة 38 حلوة حلوة، تمريرة حلوة من اللاعب رقم 38 اللي هو اللاعب انجلو ديفيد، واحلى من اللاعب رقم 9 اللي هو اللاعب اريك. اللاعب اريك يمتلك قفزة عالية لاحظة وتصويبات حلوة ودخول على الحلق حلو. من الشوط الاول كان سجل اكثر النقاط هو اللاعب من اريك واللاعب له انجلو ديفيد. الرمية الاولى موفقة من لاعب اريك. انجلو ديفيد تقريبا طوله يقارب المترين، غير موفقة. لاحظ صعوبة حسن عبد النبي استحواذ على الكرم. انجلو ديفيد 32-41 حسب ما لاحظ على الشاشة الفريق بي بي اي. افا اوفي 22 نقطة ايضا نسبة متواضعة فيها، اللي ما زال لحد الان 5 نقاط متبقية من الربع الثاني و22 نقطة. حسن عبد النبي افا اوفي، حسن عبد النبي محاولة دخول، محاولة حلوة حلوة، حركة حلوة، محاولة حلوة، وارتكاز حلو من حسن عبد النبي. هذا حسن عبد النبي المحترف في صفوف الكويت كويتي، عفوا العرب الكويتي بدورة الكويت. لاحظ حسن إصابة بسيطة في وجه حسن تستدعي خروجه من المنطقة. لاحظ طبعا القانون لا يجيز اللاعب المصاب أو اللاعب الذي تخرج من دماء بسيطة للاستمرار باللعب لسلامته ولصحة اللاعب ولسلامة اللاعبين أيضا. الفيفا يطبق نظام ما يقارب يعني سنوات عديدة، من أي لاعب يصاب بجرح بسيط سوف يستبدل بلاعب آخر من خارج المنطقة، كما لاحظنا الآن استبدال حسن عبد النبي من خارج. سلامات يا حسن عبد النبي. كرة من خارج المنطقة، أفا أوفي وأحمد مالله من خارج المنطقة. غسان غانم، غسان غانم حلوة حلوة، غسان غانم تمريرة حلوة من أحمد مالله أيضا يقطع الكرة. غسان غانم حلوة يا غسان غانم، تمريرة غير موفقة تصطدم في اللاعب رقم 15 من أحمد مالله. متبقي من هذا الشوط 5 دقائق أعزائي المشاهدين، ما تزال النتيجة ب 26 نقطة لفريق بي بي اي. بي بي اي احمد مال الله فقط كرتين، لا راميتين حلوه للاعب انجلو ديفيد، لاعب طويل قامه لكن يده حلوه تصويب، لا يده حلوه في طريقه التصويب. ايضا فاول على اللاعب انجلو ديفيد. انجلو ديفيد فاول حسب اشاره حكم حسن علي، حسن احمد راميتين. طبعا رميتين لاحظ ان الغسام ما كان في محاولة تصويب، بس القانون يقول ان اللاعب بعد الفريق بعد ارتكاب الخمسة الاخطاء سوف تعطى للاعب اي ان كان الخطأ رميتين من الحرة. غير موفقة رميتين من غسان غانم. طبعا غسان غانم سوى داخل الملعب ظاهر انه يعني لم يسخن او لم يعني يكون جاهز لهذه الرميتين، غير موفقه ايضا. انجلو لاحظ انجلو ديفيد طول القامه ما في كلام، تحت الحلق رميتين بلا شك سوف يكون ناجح فيها. لاحظ انجلو ديفيد طويل القامه ويده حلوه على الحلق ايضا، حلو من اللاعب انجلو ديفيد.
أنا في رأيي أعزائي المشاهدين، لو كان أحمد مال الله وغسان غانم مغطين منطقة تحت الحلق اللي هو فريق أفا أوفي مغطي تحت الحلق، لكان صعب على اللاعب أنجلو ديفيد ران حلو من غسان غانم، تمريره حلو من غسان غانم. لو كان أحمد مال الله وغسان غانم حاكمين المنطقة من تحت الحلق، لاحظ غسان غانم أحمد مال الله، لو هم حاكمين منطقة من تحت الحلق لا يستطيع أنجلو ديفيد استحواذ على أي كرة. لكن بطء الدفاع اللي هو أفا أوفي وكسل في نظري دفاع أفا أوفي في استحواذ الكور تجعل فريق بي بي اي تسجيل جميع الكرات الثلاثية حلوة. أفا أوفي يقلل الفارق 29-47 نقطة. خطأ، ألاحظ خطأ واضح يحتسب الحكم من الجناحي. اللاعب فريق أفا أوفي رميتين حسب إشارة الحكم. هاي اللاعب أفا أوفي، طبعا أفا أوفي أعزائي المشاهدين مثل الشركة اللي هو راعية هاي الفريق أو الجالية الفلبينية المتواجدة بالبحرين والمطعمة باللاعبين البحرينيين، اختصارها الشركة أفا أوفي. الرمية الأولى غير موفقة من اللاعب رقم 15 اللي هو نيو. رمية ثانية موفقة نيو، رمية واحدة ازداد الفارق 48-29 48-29 بي بي اي. وباقي من الوقت 3 دقائق و35 ثانية. افا اوفي افا اوفي محاولة دخول افا اوفي، لا غسان غانم تحت الحلق تحت الحلق غسان غانم حلوة حلوة غير موفقة من غسان غانم. لاحظ فاست بريك فاست بريك اريك تمريرة حلوة تمريرة حلوة. انجلو ديفيد انجلو ديفيد يمتلك تصويبات حلوة، انجلو ديفيد يده حلوة على الحلق غير موفقة هاي المرة. صار لك يا انجلو ديفيد. نتمنى جميع الأفرقة المشاركة في هذه البطولة وأيضا الاتحاد البحريني ممثل في الشيخ محمد الشيخ محمد بن عبد الرحمن في هذه البطولة بنجاح في هذه البطولة، ونتمنى أيضا لمنتخبنا البحرين لكرة السلة المنتخب الأول للرجال التوفيق والتطوير للبطولات القادمة، بطولة الملك عبد الله وبطولة آسيا أيضا وبطولات الخليجية والعربية أيضا في السنوات القادمة. نتمنى لهم التوفيق من خلال الإعداد والبرامج المقدمة من قبل الاتحاد البحريني لهذا المنتخب والمطعم بشباب المستقبل. ثلاثة غير موفقة، لا موفقة من اللاعب اللي هو نيو حلوة يزداد الفارق، أيضا تمرير غير موفق من أحمد مال الله إريك يزداد الفارق غير موفقة أحمد مال الله 29-15 22 نقطة، ما زال فارق كبير. بي بي اي 22 نقطة. أفا أوفي غير موفقة 3 بوينت، لاحظ فاست بريك لاحظ أيضا تمريرة غير موفقة. أحمد مال الله تحت الحلق غير موفقة أحمد مال الله أحمد مال الله يقلل الفارق لعشرين نقطة. طبعا أحمد مال الله كبير مفروض من أول مرة أحمد مال الله لازم تخلصها. لاحظ تلصق أحمد مال الله فول أب أيضا أحمد مال الله فاست بريك بدأ أفا أوفي استعمل فاست بريك أو السرعة في الدخول غير موفقة. تمريرة حلوة غسان غانم غير موفقة أيضا تهدى اللعب. أفا أوفي ثلاثية لاحظ انفعال جماهير يقلل الفارق إلى 17 نقطة لفريق أفا أوفي، يظل فريق بي بي اي متقدم 17 نقطة على فريق أفا أوفي. الجالية البحرينية متواجدة بالبحرين، جالية فلبينية متواجدة بالبحرين. لاحظ دفاع المنطقة أفا أوفي دخول على الحلق غير موفق. أنجلو ديفيد دخول غير موفق فاست بريك أفا أوفي دخول فاول على اللاعب نيو. صافرة موفقة من الحكم يونس جناحي ورميتين. لاحظ تم استبدال باللاعب نيو تم استبداله باللاعب رقم 14. إن استثمرت هاي النقطتين سوف يقل الفارق إلى 15 نقطة. الرمية الأولى غير موفقة.
رميتين حلوه فاست بريك كما قلت لكم اعزائي المشاهدين. فريق ام بي 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 اي يعتمد على السره، يعتمد على الفاست بريك. لاحظ دفاع الضغط، لاحظ ثلاثيه ايضا، ثلاثيه غير موفقه ايضا، رميتين حلوه. افا اوفي يقلل الفارق 36-53، 17 نقطه يظل فارق. اريك رميتين ايضا موفق، هاي اللاعب شوي حلوه من لاعب اريك، لاعب شوي، لاعب دخول احمد مال الله، دخول قوي من لاعب احمد مال الله. طبعا احمد مال الله لاعب ضخم، لاعب عملاق، صعب امساكه حين يدخل على الحلقه. لم يتبقى سوى 10 ثواني والكره فريق بي بي اي ايريك بي بي اي، تصويبه غير موفقه. لاحظ انجلو احمد مال الله، ثانيتين مع صافره الحكم، ينتهي الربع الثاني بنتيجه كما نلاحظ اعزائي المشاهدين بي بي اي 55 افا اوفي 38. نلقاكم اعزائي المشاهدين في الربع الثالث، ولكم التوفيق وللجميع الافرقه المتواجده في هذه البطوله التوفيق. الفلبينيه المتواجده بالبحرين وفريق الزار من دوله الفلبين بي بي اي، والذي انتهى الشوط الثاني من هذه اللقاء يتقدم فريق بي بي اي بنتيجه 55-32. لاحظ اعزائي المشاهدين ما زال فريق افا اوفي في البطء في الرجوع للدفاع وطريقه الفاست بريك او السرعه من فريق بي بي اي طول المباراه. لاحظ 57 نقطة في 20 دقيقة من الشوطين الأولين من الشوط من المباراة، يعتبر نتيجة مو قليلة، نتيجة كبيرة، مما يدل على فريق افا اوفي بطء في الدفاع وأيضا ضعف الدفاع. استحواذ من فريق افا اوفي، طلاقة صانع الألعاب رقم 10، هل يغير من نمط ماله، هل يغير من أسلوب في انتقال في الدفاع والهجوم أم لا؟ حسن عبد النبي دخول، خطأ من العملاق ادوارد جوزيف، لاعب رقم 32 ادوارد جوزيف لاعب عملاق، حسب اشارة الحكم الدولي يونس جناحي، رميتين للاعب حسن عبد النبي، الرمية الاولى غير موفقة، حرام عليك اللاعب حسن عبد النبي. كما قلت لكم اللاعب حسن عبد النبي يلعب في الفريق العربي الكويتي كمحترف في العام الماضي، اما السنوات الماضيه فقد مثل منتخب البحرين وايضا يلعب في صفوف النادي الاهلي. بينما احمد مال الله لاعب كبير، لاحظ ما في استحواذ من فريق افا اوفي، فاست بريك غير موفقه ويحتسب الحكم احمد ثلاث رميات او خطا على اللاعب اريك رقم 9. فريق الزائر اللي هو الفريق بي بي اي يعتمد على السرعه، يعتمد على الدخول على الحلق، يعتمد على اللي هو تمرير للاعب انجلو ديفيد رقم 38 وايضا اللاعب 32 ادوارد جوزيف البوست او اللاعب الارتكاز، اللي هو يتميزون بطول القامه عن فريق اللي هو افا اوفي، والمقارنه باللاعب احمد مال الله وحسن عبد النبي يعتبرون قصار تحتهم، حكما للاعب ادوارد واللاعب انجلو ديفيد يطوفون المترين او يفوقون المترين في طول القامه، مما يسهل عليهم امساك احمد مال الله وحسن عبد النبي. لاحظ البطء في فريق افا اوفي ولاحظ السرعه في فريق بي بي اي. صانع العاب اريك ادوارد تحت الحلق، ببساطه مثل ما قلت لكم جوزيف ادوارد رميتين، عملاق اللاعب جوزيف ادوارد بكل بساطه. صانع الالعاب افا اوفي، لاحظ الدفاع مان تو مان، حسن عبد النبي من الزاويه ثلاث نقاط غير موفقه، فاست بريك ايضا محاوله اللي هو وقف الفاست بريك من فريق افا اوفي، هاي اللاعب رقم 18 راي حسن عبد النبي مساعد تعرض لاصابه بسيطه. اي بي بي ثلاث رميات بكل بساطه، اللاعب يشوت من غير مقاومه، لاحظ دخول على الحلقه،
تمريرة حلوة من حسن عم نبي ودخول حلو من لاعب رقم 8. ثلاثية من إيريك، ثلاث نقاط إيريك، يتسع الفارق 62-43، 19 نقطة. كرابيد أحمد مالالا، لاحظ أحمد مالالا، جميع فريق أفا أوفي من خارج منطقة ثلاث نقاط، لاحظ جميع فريق أفا أوفي من خارج المنطقة. يعني ما نلاحظ استراتيجية، ما نلاحظ أسلوب في الهجوم، ما نلاحظ تنويع، ما نلاحظ اللاعب ارتكاز ياخذ البوزيشن أو المركز أو المكان المناسب ماله، وعدم انتشار اللاعبين بطريقة متزنة في الملعب. جميع اللاعبين من خارج المنطقة اللي أنا أتكلم عن فريق الأفا أوفين، بينما فريق بي بي اي نلاحظ شيء، إما فريق متنوع في الدفاع والهجوم، يعتمد على الفاست بريك، يعتمد على السرعة، يعتمد على التصويبات، يعتمد على تمرير الكرات من تحت الحلق للاعب إدوارد واللاعب أنجلو ديفيد، عكس فريق الأفا أوفين كرة من خارج المنطقة لأحمد مالالا. هل تغير أسلوبهم أم لا؟ أفا أوفي صانع الألعاب رقم عشرة كان مفترض أن تمرر لحسن عبد النبي تحت الحلق، لم يستثمر حسن عبد النبي وأحمد مالالا. لاحظ دخول، لاحظ بساطة حسن عبد النبي، لاحظ قوة حسن عبد النبي، جميل حلو حسن عبد النبي، فاست بريك. أفا أوفي اعتمد على الثلاثية، غير موفقة. اللاعب إدوارد ايضا غير موفق، ادوارد تحت الحلق، رميتين حلوه من لاعب رقم 8، جميل هاي اللاعبه. لاحظ لاعب رقم 8 بيرلين يسجل اكثر النقاط رغم قصر القامه، الا هو قدر يسجل قدام ادوارد، بينما حسن واحمد لهو يهابون هاي اللاعب ادوارد، حاول تضغط بقوه. اتمنى من احمد وحسن التحرر من هذه الرهبه. لعب، لاحظ حسن، بدا حسن يلعب قوه، انطلاقه حسن حلوه، غير موفق من حسن. مثل ما قلت لكم، عدم اتزان لفريق أفا أوفي، كل لاعب يحصل كرة ينططها براحته، غير موفق. أحمد مالالا، أحمد طريقة حلوة، تمريرة من أحمد، أيضا ثلاثية. أفا أوفي غير موفقين، رميتين من لاعب رقم 8، لاحظ متابعات من لاعب رقم 8، بدا التعب، بدا الارهاق، بدا التفكك على الفريق أفا أوفي. لاحظ أفا أوفي شيء ما متفكك طالع، لاحظ الدفاع ايضا مثل ما قلت لكم، فريق لا يمتلك روح القوه، روح الحماس في الدفاع وايضا في الهجوم. فريق بي بي اي يحاول التصويب، يحاول التمرير، يحاول الدخول، حين افشال او حين عدم الانجاز اي رميتين يتم استحواذ الكره مره اخرى من اللاعبين، يمتلك حماس، يمتلك رغبة في الفوز أكثر من فريق أفا أوفي. عكس أفا أوفي ليس لديه الحماس، لديه البطء، لديه الاستعجال، لديه الانفراد في الهجوم والدفاع، فصعب عليه الفوز في هذه المباراة أو مجاراة فريق بي بي اي. رمي الأولى غير موفقة من لاعب رقم 8. طبعا هاي الفريق البي بي اي حسب المرة أخرى، حسب المدرب الفريق يعمل له إنجاح أو تطوير هذا الفريق، وهو ليس بالدرجة الأولى في الدوري الفلبيني، فهو فريق من الهواة والمشارف في الشركات، ويمثل فرقة اللي هو MPT، اللي هو دوري MPT، دوري الشركات Spring Cooking Oil. رميتين، تصويبة حلوة تحت الحلق، حسن عبد النبي 49-63، تقارب النتيجة إلى 15-14 نقطة. بي بي اي إيريك ايضا تمريرة غير ناجحة، حسن حلوة، قارب النتيجة 51-53، 12 نقطة. أفا أوفي يقلص النتيجة 12 نقطة، ايضا احمد مالالا سرقة حلوة يا احمد، دفاع حلوة، فاست بريك. هل تستثمر احمد مالالا؟ دخول حرام عليك يا احمد، دخول غير موفق، حول كرة بي بي اي، ما زال النتيجة 12 نقطة لفريق بي بي اي، قارب النتيجة، قبل كانت 22 نقطة الآن 12 نقطة. بإمكانهم عمل شيء، أنا في رأيي بإمكانهم عمل شيء طريقة واحدة، حينما يلجأ الفريق للعمل الجماعي، إعطاء الكرة صانع الألعاب، انطلاقة الأجنحة، التمركز للصانعين. لاحظ تمريره بكل بساطة أنجلو ديفيد تحت الحلق، لاعب طويل، لا تخلي اللاعب
لا تخيل لاعب فاضي من غير مراقب من قبل حسن أحمد من الله. المفترض أن يراقب من قبل حسن أطول لاعب وأحمد من الله أيضا إن كان غسان داخل المنطقة داخل الملعب. عدا ذلك سيزداد الفارق حسن عبد النبي غير موفقة من حسن عبد النبي. ازداد الفارق 14 نقطة. فاول واضح على اللاعب رقم 8. فاول واضح على اللاعب رقم 8. لين في كرة السلة ما زال متسع من الوقت لتقليل الفارق وأيضا الفوز في هذه المباراة. إن زاد الحماس الفريق أفا أوفي أو زاد السرعة أو زاد اللي هو تنظيمه في الملعب واعتماد على صانع الألعاب والأجنحة واللعب الجماعي سيتمكن من تقليص النتيجة. سيفوز بهذه المباراة. اللعب لجأ إلى اللعب الجماعي وليس اللعب الفردي. لاحظ طول قامة بين أحمد مالالا واللاعب أنجلو ديفيد مترين 10 سنتي. هذا اللاعب عملاق بمعنى الكلمة عملاق. لاحظ تمريرات حلوة من حسن عبد النبي. أحمد مالالا فاست بريك غريبة. لاحظ خمسة لاعبين من أفا أوفي وخمسة لاعبين من لاحظ خمسة لاعبين من أفا أوفي في الهجوم وعكس الفريق اللي هو إم بي بي لم يلجأ أحد من طريقة الدفاع. حلوة هذه. قلل الفارق 12 نقطة 12. أنجلو غير مراقب من تحت الحلقة وكأنه يلعب بطريقة غير مزاجية فإنه يحس أنه بكل بساطة بإمكان اللعب غير حركي. أنجلو يده حلوة على الحلق. أنجلو أنا في نظري أن هذا اللاعب يمتلك إمكانيات أكثر من هذا المستوى المتواضع في هذه المباراة فهو لم يتحرك من المستوى المطلوب نظرا يمكن لتواضع فريق أفا أوفي فهو لم يكن يتحرك بقوة. بكرة طبعا أفا أوفي راح يقابل الجالية الأمريكية والفريق الأمريكي المتواجد بالبحرين بينما البحرين سيقابل من الجالية الفلبيني المتواجدة بالبحرين. تمريرة غير خاطئة تمريرة طويلة. أنجلو ديفيد أحمد ما الله يحاول سرقة الكرة ولكن لم يتمكن. صح التبديل فريق أفا أوفي يتقل الفارق الآن 10 نقاط 55-65 وما زال 3 دقائق من ربع الثالث من المباراة. أتمنى من فريق أفا أوفي أو الجالية المتواجدة بالبحرين عدم التنازل عدم الإحباط. ما زال متسع من الوقت بس المطلوب منهم أنهم يزيدون الحماس يزيد السرعة يزيد الثقة يزيد اللعب الجماعي سيتمكن عمل شيء. حسن عبد النبي ألاحظ قوة حسن عبد النبي. حسن عبد النبي يمتلك حماس غير لاعبين أفا أوفي. لاحظ حسن عبد النبي حسن أوه فاول يرتكب الفريق أو اللاعب بي بي اي. لاحظ إشارة الحكم حسن أحمد رميتين هل ستعطى رميتين أم من خارج المنطقة؟ من خارج المنطقة اللاعب حسن عبد النبي. لاحظ النتيجة بي بي اي 65 أفا أوفي 55. تكرر من خارج المنطقة حسن عبد النبي بدأ حسن يلعب قوة. أحمد مال الله تحت الحلق غير موفقة. أحمد مال الله من خارج ثلاثية غير موفقة. حسن لعبة حلوة من حسن وأحمد مال الله. لاحظ أحمد مال الله قدر أن يسحب ديفيد أنجلو خارج المنطقة والتصويب وأيضا متابعة من حسن نظرا لديفيد أنجلو خارج المنطقة يسهل تصويب لحسن رغم أن يعني عمل خطأ اللي هو تيرن أوفر. اللاعب رقم 8 ماشي بالكرة يحتسب الحكم الدولي حسن أحمد. يتقلل الفارق الآن 8 نقاط 57-65. أفا أوفي أحمد مال الله أحمد مال الله ثلاثية غير موفقة من هنا أنا أشوفها استعجال. أحمد مال الله استعجال لو لجح أحمد مال الله لتهدئة اللعب والتركيز على صانع الألعاب والفورد سيتمكنون من تقليل الفارق. أنا لاحظ بدأ التعب على الفريق بي بي اي بكل بساطة دخول على الحلق رقم 11 أيضا رقم 11 يمتلك قامة عملاق. لاحظ تمريرا أحمد مال الله لا تستعجلون أحمد مال الله لا تستعجل أحمد مال الله أيضا
احمد احمد حسن عبد النبي دخول حسن حلوه غير موفقه ديفيد انجلو بالمرصاد سد وكان عملاق من تحت الحلق اريك بكل بساطه فاست بريك تترجم من من ديفيد انجلو الى اريك فاست بريك 23 افا اوفي شوف لاحظ الاستعجال من افا اوفي لاحظ صعب عليك صعبه صعبه التصويب امام عملاق مترين وعشره ولاحظ فارق الطول بين صانع الالعاب مال افا اوفي وديفيد انجلو بكل بساطه حركات وتمريرات الفريق تي بي اي على فريق اللي هو افا اوفي لاحظ تمريرات لاحظ ما في دفاع من احمد مرض ما في دفاع ما في دفاع بكل بساطه اللاعب رقم 11 نيلسون نيلسون سايتون رقم 11 افا اوفي يزداد الفارق 71-57 بكل بساطه افا حسن عبد النبي 59-71-12 نقطه لاحظ فاست بريك فاست بريك اريك ثواني بين ديفيد انجلو وإريك فاست بريك لاحظ إريك موهوب موهوب إريك لاحظ الحركات لاحظ الحركات ما يثبت لك ان اللاعب يمتلك مهارات حلوه في التنطيط والتصويب والدخول على الحلق لاحظ بكل بساطه انجلو ديفيد ديفيد انجلو بكل بساطه يدخل اللاعب اللي هو عفوا ادوارد جوزيف ادوارد جوزيف مترين وعشرة سنتيم احمد مالله لم يحاول صده ولم يحاول اوقافه لا ادري لماذا يعني هل المباراه تعتبر استعراضيه ام ماذا وايضا حسن عبد النبي ارتكب مخالفه المشي بالكره يزداد الفارق 73-59 14 نقطه لم يتبقى سوى 11 ثانيه من الربع الثالث اريك ثلاثيه اريك غير موفقه احمد مالله تخرج الكره صالح بي بي اي تصطدم في رجل احمد مالله أتمنى من كل قلبي الأفرقة المشاركة الأربعة جميع الجاليات والمنتخب البحريني في التطوير لفرق جميع فرقهم وأيضا للمنتخب البحريني العزيز تطوير فرقة في مشاركات القادمة والمستقبلة لهم طبعا يعمل سلمان رمضان وممثل في مدير المنتخبات أو رئيس الجهاز الفني المنتخب البحرين لصنع أو لخلق فريق المستقبل باستدعاء أربعة لاعبين وإضافة إلى ثمانية لاعبين من اللاعبين القدامى وأيضا استدعاء ياسر بن نصور وشهرام عبد المجيد شهرام إلى منتخب البحرين بالمشاركة بهم لبطولة الملك عبد الله بالأردن هذه البطولة الملك عبد الله بالأردن تقام كل سنة في الصيف أو كل سنة في شهر أغسطس شهر أغسطس بمشاركة جميع الجاليات العربية جميع الأفرقة العربية أو الدول العربية يحاول منتخب البحرين تطوير الفرق أو تطوير منتخب البحريني من خلال هذه المشاركة وأسناد هذه المهمة إلى مدرب منتخبات سلمان رمضان نحيي الجهاز الفني والإداري المنتخب ونحيي اتحاد البحرين لكرة السلة بهذه الفكرة وجلب واستقطاب الأفرقة والجاليات الأجنبية الممثلة في اللاحظ الآن الفريق الفلبيني والجالية متواجدة في البحرين والجالية الأمريكية أيضا متمثلة في القاعدة الأمريكية بخلق دورة مصغرة بخلق بطولة صغيرة بطولة صداقة بطولة محبة من خلالها يرتئي بتطوير فريق فرق أو فريق المنتخب الرجال لدولة البحرين كما نلاحظ أن منتخب الشباب في العام السابق استطاعوا لأول مرة إحراز بطولة مجلس التعاون على مستوى المنتخبات البحرينية ويعتبر إنجاز منتخب البحرين أيضا ويسجل في تاريخ اللي هو الاتحاد البحريني بوجود الشيخ محمد بن عبد الرحمن لم يتبقى سوى ثواني ونبتدي بالربع الرابع والأخير في هذه المباراة ونتمنى أن نلاحظ حركات وألعاب فنية من كلا الفريقين نستمتع من خلالها جميع المشاهدين على قناتنا الرياضية الكرة لصالح فريق تي بي اي صانع الألعاب رقم 3 رقم 1 صانع الألعاب إدوارد ديفيد إدوارد تصويبة حلوة بكل بساطة قلت لك هاي اللاعب يمتلك إمكانيات أكبر من حجمه أنا أتوقع هاي اللاعب لما يحصل مقاومة أكبر راح يفرغ كل ما في جعبته من إمكانيات
بينما الليلة لاحظ بكل برودة يتحرك. أفا أوفي تصويب من الخارج وعدم الاستعجال أفا أوفي لاحظ انطلاقة فاست بريك بي بي اي بكل بساطة نقطتين بي بي اي. إن أراد أن يزيد الفارق إن أراد أن يكون شاسع اللي هو الفارق أشسع من هذا أو أكبر من هذا الفارق خلال دقائق باستطاعته أن يغير الفارق. ثلاثية موفقة أفا أوفي لاعب رقم 18 اللي هو اللاعب دريزون بي بي اي من خارج المنطقة رقم 3 غير موفقة غسان غانم فاست بريك أفا أوفي أفا أوفي ما زال نتيجة 15 نقطة اللاعب رقم 14 غير موفقة غسان تاغان تحت الحلقة غسان رميتين حلوة غسان غانم قارب النتيجة 64-77 13 نقطة ويتبقى 8 دقائق. يستطيع آفا أوفي كما قلت لكم تقرير النتيجة بس من رقبة لاعب إدوارد واللاعب إيريك إن استطاع واللاعب أيضا رقم 11 اللي هو نيلسون سيتونو اللاعب إدوارد عملاق فريق بي بي اي مترين 10 سنتي. أفا أوفي 8 دقائق والنتيجة مالة 67-64 أفا أوفي لاعب الجناح 18 محاولة تصويب من الخارج أفا أوفي موفقة 11 نقطة تتقارب النتيجة ل 11 نقطة أفا أوفي متقدم يظل بي بي اي متقدم ب 11 نقطة ماشي يحتسب الحكم يونس جناحي ماشي على اللاعب نيلسون سايتونو. هل تتقارب النتيجة هل تتقلص النتيجة الآن أم ماذا؟ لم يتبقى سوى 7 دقائق وما زالت النتيجة 11 نقطة لصالح بي بي اي رميتين صعبة على اللاعب صعبة كل بساطة لاحظ أيضا غير موفقة من اللاعب رقم 3 صعب الدخول على اللاعب إدوارد عملاق غسان غانم صانع الألعاب آفا أوفي. طبعا آفا أوفي أعزائي المشاهدين هاي اسم الراعي واسم الشركة راعي هاي البطولة طبعا فودافون شركة فودافون للاتصالات الدولية. آفا أوفي انتهى الوقت المحدد لهذه الهجمة 24 ثانية ولم تستثمر لاحظ 24 ثانية لم تستثمر من قبل فريق آفا أوفي. يعيب على فريق آفا أوفي ما في اتصال بين اللاعبين بينهم بعض ما في اتصال بين المدرب من خارج المنطقة لإرشاد اللاعبين ماذا سيفعلون في آخر الثواني لم يتبقى سوى ثواني ولم يلاحظ هذا اللاعب أن الباقي للثواني ولازم يخلص هذه الهجمة. لاحظ إدوارد حلوة دفاع من غسان غانم فاست بريك أفا أوفي تمريرة غير موفقة بي بي اي فاست بريك أيضا غير موفقة تمريرة أفا أوفي هل تستثمر أفا أوفي ثلاثية أيضا يقلل الفارق 8 نقاط أفا أوفي 8 نقاط وباقي المباراة انتهى المباراة 6 دقائق. لاحظ تركيزها من تحت الحلق لاحظ كل بساطة اللاعب رقم 11 نيلسون سايتون ليس بقليل قامة يعتبر لاعب طويل وأيضا ضخم من تحت الحلق أيضا لاعب له إدوارد جوزيف اللاعب رقم 32 لاحظ طوله بينه وبين غسان غانم أو اللاعب رقم 14 مترين وعشرة سنتي يصعب على أي لاعب مسكه تحتاج إلى مقاومة كبيرة نظرا لتفارق الطول الذي يمتلكه والبنية القوية. نلاحظ فريق بي بي اي يعتمد على السرعة على الانطلاقات على الفاست بريك على الكرات المرتدة التي تستحوذ من لاعب إدوارد واللاعب نيلسون طوال قامة وتترجم في الفاست بريك باللاعب اللي هو إيريك بينما فريق أفا أوفي بدأ شيء ما يعدل من هجوم مالك بالسرعة وقدر يقلص الفارق إلى 12 نقطة. لاحظ تمريرات لاحظ فاست بريك من لاحظ بي بي اي فاست بريك بساطة توني كنت أقول لكم أنا اعتماد فريق بي بي اي على الفاست بريك سيزداد الفارق الشاسع سيزداد بينه وبين فريق أفا أوفي كما أن أفا أوفي لاحظ غيسان غانم تحت الحلق
إن اللعبة أفا أوفي بطريقة الانفراد بطريقة الأنانية باللعب الفردي سيزداد الفارق بينه وبين فريق بي بي اي. إن حاول التمرير من قبل صانع الألعاب والأجنحة واللعب الجماعي والاعتماد على غسان غانم وحسن عبد النبي من تحت الحلق سيقلص الفارق بينه وبين الفريق لو بي بي اي. لاحظ سمرته حلوة غير موفقة. فاست بريك بي بي اي فاست بريك. لاحظ انطلاقة بي بي اي. لاحظ ما حد دفاع معه. نقطتين ورمية من تحت الحلق استطاع. لاحظ يعني الفريق بي بي اي يترجم هجمته في 3 ثواني يعني ما زيد عن 5 ثواني تترجم من سكور او ريبان من قبل لاعب ادوارد او نيلسون طوال قامة الى فاست بريك لعب سريع خلال 5 ثواني او 3 ثواني. استغل الفريق بي بي اي بط رجوع دفاع افا اوفي لذلك قدر يزيد الفارق في دقائق او في ثواني بينه وبين فريق افا اوفي. طبعا فريق افا اوفي يعتبر امكانيات متواضعة. افا اوفي والضغط على حامل الكرة من قبل بي بي اي غسان غانم غير موفقة من غسان غانم غير موفقة. فاست بريك بي بي اي خطأ. الاحظة والصفر صافرة من حكم يونس على اللاعب غسان غانم رمتين غير موفقة وارتكب خطأ في الدفاع ايضا. اعزائي المشاهدين يعني في كرة السلة تعتمد كرة السلة على السرعة على المهارة على التنطيط على الموهبة على التصويب من خارج على اللعب الجماعي على التصويب من ايضا على اللعب الجماعي. حينما الفريق يرجع الى اللعب الفردي الى البطء في الدفاع والهجوم الى الاستعجال الى الاخطاء الى عدم التنطيط الصحيح سوف يخسر بلا شك امام اي فريق. الان كرة السلة جميع الافرقة المتقدمة والعالمية بما فيهم اللي هو الممثلة بالصاحب البطولات امريكا هي مخترعة كرة السلة يلجؤون الى اللعب السريع يرجع الى اللعب الحر اللي هي المنفتح المهارات اللاعبين السرعة في الدفاع والهجوم لا التحكم لا البطء لا الاستعجال لا الانفراد في هذه اللعبة. حينما يرجع الفريق الى سرعة الهجوم نلاحظ ان الفريق يكون لا فريق شبه متطور شبه حضاري. لاحظ بي بي اي خلال ثواني يرفع الفارق بينه وبين فريق افا اوفي بينما فريق افا اوفي لاحظ جدا بطيء. لاحظ سرعة الدخول سرعة انتقال الكرة من دفاع للهجوم طريقة سريعة. ايضا احنا نطالب يعني حتى منتخبنا ما شاء الله عليهم يعني امام الجالية الامريكية استطاع ان يهزم الجالية الامريكية ب20 نقطة بالسرعة. لاحظنا ان جميع اللاعبين التصويبات من الخارج كانت التصويبات عالية النسبة المئوية عالية التصويبات من الخارج وايضا شهرام استطاع ان يجيب 4 تصويبات 3 من الخارج رغم قوة الدفاع الجالية الامريكية. نتمنى للمنتخب بحرين تطوير والتوفيق والتطوير في هذا الفريق للمستقبل ومجاراة ومقارعة الافرقة القوية. رميتين افا اوفي غير موفقة. لاحظ الفريق جدا متواضع افا اوفي والنتيجة كبيرة 69-85 بكل بساطة فريق بي بي اي يتقدم على افا اوفي. الرمية الثانية ايضا غير موفقة. طبعا هذه انا يعني في رأيي الشخصي ان هذه الفريقين افا اوفي وبي بي اي يعني اهم اهدافهم اهم استراتيجيتهم ومطالبهم مشاركة في البطولة ليست المنافسة ليست التحدي ليست الإثارة بس مجرد المنافسة الأخوة للصداقة للمحبة اسمها دورة الصداقة اسمها المحبة اسمها الأخوة على أرض الحبيبة البحرين. ترتقي لاستقطاب ترتقي لجلب أصدقاء وتعارف بين جميع الجاليات المتواجدة في البحرين وأيضا الأفرقة المتواجدة في دولة فلبين وتطوير الأفرقة المتواجدة في البحرين أيضا بما فيهم منتخب البحريني. والمرة الرابعة على التوالي يتم استدعاء الأفرقة لأي فريق من دولة الفلبين للمشاركة في هذه البطولة. نتمنى تمريرة غير موفقة من أحمد مال الله. يتبقى من الوقت 3 ثواني وما زال النتيجة 18 نقطة لفريق بي بي اي افا اوفي لم يتمكن تقليص الفارق.
بي بي اي 88 70 18 نقطة الفارق. بي بي اي من خارج منطقة إريك إريك ويلسون لاعب رقم 15 نيل ثلاثة اللاعب تصويبه من الخارج غير موفقة. نيل نيل متابعة حلوة من اللاعب نيل. لاحظ دفاع مثل ما قلت لك أحمد مال الله وحيد في الملعب وحيد في الدفاع. صحيح أنه يمتلك القامة القوة البدنية لكن ما يقدر يسوي شيء. خمسة لاعبين لازم يكملون بعضهم بعض. لعبة جماعية ليس لعبة انفراد. يجب على جميع فريق آفا أوفي التماسك في الدفاع والهجوم لا التفكك. لاحظ أحمد مال الله ما زال وحيد تحت الحلق. لاحظ 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 جذيف تحت الحلق. إدوارد تمرير خاطئ من لاعب رقم ثلاثة. نيو ماريو ريو الفارق 18 نقطة. فريق بي بي اي افا اوفي 18 نقطة تحت الحلق. احمد مالله يحاول تصويب الخارج. احمد مالله تحت الحلق تمريرا صعبة لاعب طويل. لاحظ فاست بريك فاست بريك حلوة دخول حلو من لاعب رقم واحد. مثل ما قلت لك مع الزر المشاهدين يعني إن لم تستطع لاحظ تمريرة غير موفقة من أحمد مالله. دخول 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 خاط دخول حلو أيضا غير موفق من دخول. إن لم تمتلك الطول يجب أن تمتلك القفز العالي أو الجامب للدخول على الحلق. بعد كرة السلة لعبة الطول لعبة السرعة لعبة المهارة لعبة التصويب من الخارج لا البطء لا طول لا قصر القامة. إن لم تمتلك الطول يجب أن تمتلك عقل مدبر عقل ذكي يجعلك الدخول على اللاعبين عمالقة وكسب الأخطاء عليهم. آفا أوفي دخول تمريرة حلوة تحت الحلق. لاحظ لاحظ هاي اللي كنت أتكلم عنه. يجب أن تمتلك ذكاء للدخول تحت الحلق في لعبة كرة السلة. بدأت أوروبا تطوير هذه الرياضة بالسرعة مثل ما قلت لكم بالتصويب بالمهارات باللعب الجماعي بالتحرير تصويبه. بي بي اي غير موفق. بي بي اي تحت الحلق ما في مراقبة ما في مراقبة. احتبال الحكم فاول حسن احمد تحت الحلق على اللاعب رقم 17 بي بي اي افا اوفي. ازداد الفارق 92 74 18 نقطة ما زال فارق. في وجهة نظري يعني من الصعوبة من غاية الصعوبة الوصول الى معادلة النتيجة بكل بساطة بكل بساطة رقم 12 لاحظ 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 رقم 15 12 يتلاعب بما يشاء بفريق افا اوفي وكأنهم لم يتواجدون في الدفاع. تمرير خاطئة بي بي اي دخول افا اوفي غير موفقة. افا اوفي هل تستثمر ام لا ثلاثية غير موفقة. ايضا ايضا استعجال في استحواذ على الكره من قبل فريق بي بي اي لم يتوقفهم الوقت دقيقة وعشرين ثانية والنتيجة تظل 92 بي بي اي 74 افا اوفي. احمد مال الله ايضا غير موفق النتيجة. احمد مال الله لاحظ لاحظ دخول لاحظ لاحظ غير موفقة. محاولة استعراض من فريق بي بي اي انا في ون لاحظ خطأ خطأ يعني يمكن هذا اللي لاحظناه حين دخول غير موفق من فريق بي بي اي يمكن ما يقارب الخمس مرات من خلال الأربعة أشواط في هذه المباراة. محاولة استعراض دخول على الحلق بيد واحدة. لو كانت هذه النتيجة نتيجة متقاربة لكان هاي الفريق سوف يندم ندم حين رجوعه إلى الفندق أو محل إقامته حينما يخسر هذه المباراة ورجوعه إلى إقامته على هاي النقاط السهلة الذي لم تستثمر في الفاست بريك في الانطلاقة المنفردة على الحلق. لاحظ يدخل على الحلق بيد واحدة بحاولة استعراض بينما لم يوفق فيها. سوف يتأسف على لو كانت هذه النتيجة متقاربة. بينما نلاحظ أن الفريق آفا أوفي فريق متواضع الفارق يزيد عن 20 نقطة فهو لم يأسف عن النتيجة. تمريرة حلوة بكل بساطة من فريق بي بي اي على مدافعين آفا أوفي. كما قلت لكم فريق آفا أوفي لم يترك إمكانيات فريق متواضع مقارنة بفريق بي بي اي. غدا سوف تقوى الأفريقة سوف يواجهون فريق الأمريكان اللي هو الفريق الجالية الأمريكية وأيضا منتخب البحرين. يعتبر منتخب البحرين من أقوى الأفرقة في هذه البطولة لما يمتلكه من نجوم بحرينيين مطعمين بشباب منتخب البحرين. 51 ثانية 5 76 95
19 نقطة الفارق، ولم يتبقى سوى 40 ثانية من عمر هذه المباراة. بي بي اي خارج المنطقة، لاحظ تحركات حلوة بي بي اي، لاحظ تحركاتهم، لاحظ تحركات واضبط الدفاع مع الافا اوفي، دفاع منطقة افا اوفي، دخول بي بي اي غير موفقة، تمريرة حلوة افا اوفي 78 95 17 نقطة الفارق، لم يتبقى 20 ثانية من المباراة، هجمة واحدة وتعتبر النتيجة 100% و 99.9 محسومة لفريق بي بي اي. محاولة تضييع الوقت من فريق بي بي اي، ثلاثية موفقة، ازداد الفارق ل 20 نقطة 98 78. ايضا تمريرة طويلة 80 98. أعزائي المشاهدين، في هذه اللقاء لاحظ النتيجة بي بي اي 98 80 افا اوفي. تنتهي المباراة بالنتيجة بفوز بي بي اي على الفريق افا اوفي. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، ما يسعنا إلا نشكركم لحسن متابعتكم هذه المباراة، ونشكر جميع الحاضرين لهذه المباراة، ونشكر